السلام عليكم. كلكم خابتي تعرفوا هذا الشخص اللي راهو في الصوره، وهذا الشخص يعني امام المساجد في سطيف، يعني امام مسجد في سطيف، ومعروف بكلمه الحق ومعروف بالرجوله تاعو، وما يخاف حتى من واحد. ونتحدى اي امام يعني يقدر يقول الكلام اللي يقوله هو، ومعروف بكلمه الحق. نعاود لك، راني نقول لك بلي معروف بكلمه الحق، يعني يقول انت مسلم ظالم يقول لك بلاك ظالم، ماشي كيما هذوك الائمه اللي غونفليوك انت رايح للحاضر، هو يقول لك تارك فور وراك عايل وافونسي. وعلى بالكم وصلوا مع هذاك الانسان، يعني هذا الامام يعني حب يقدم مساعده، لقى روحه يعني شنو سبحان الله، ما لقاش روحه حاصل، يعني لقى روحه يعني خرج له واحد يفتري عليه. جاء هذا الانسان، هذا جاء متيارت يعني، وراح ليه للسطيف للمسجد، وقال له بلي انا بنتي مريضه وعاوني وكذا، يعني طموا له الشيء اللي يقدر يطموا له. ما درى عاود ولا قال له انت طموا لي 450 وراك ديتها لي. وراح لقناة النهار وقناة استقبلاته، وراحت عيشة هذيك، عيشة هذيك زعما طايحة شغل هذيك الصحفية هذيك اللي ما عندهاش مستوى يعني صراحة، وعمرها لا دخلت لنا التلفاز حاجة مليحة، معروفة مراء الجدران، جابت لنا اللي تخدع مرته واللي خدع راجلها، اللي دخلت لنا غير خماج وسخت لنا إنسانة. وزادت راحت الإمام يعني رايحة بلا أدلة. دوك أنت كصحفية وأنتوما كقناة، كيف تروحوا الإنسان بلا أدلة؟ تروحوا تدوا له التهمة وتروحوا ليه باه تشوفوه في 58 ولاية، ديروا لونكات تاعكم. لازم تكونوا واثقين بلي انه صح اكزيستي هذا الامر، وصح هذا الانسان دا، وكاين شهود وكاين كذا من هنا باش تهضروا على الامام هذا، يعني امام ولا ماهوش امام، يعني اي واحد يقدر يطيح في هذا الامر هذا، يعني سبحان الله. دوك انا لو كان نروح للبروكيرور نشكيلو نقول له بلي وحده ودالي دراهم، يقول جيب لي اعطيني ورقه، اعطيني وثيقه، اعطيني حاجه، جيب لي شهود، جيب لي كذا، جيب لي منا، ما على باليش انا، يعني لازم تكونوا ادله باش يقدر. انتم هكذا رايحين وخلاص، باسكو السيد قال، مع انه هذا السيد باين بلي نصاب، كيف يسكن في تيارتي عجبه 700 ولايه يسقى فيه، تسمسيل، تغيليزان، شلف، عين الدفلان، مديه، بليده، هذو كاع لاسكن فيه قدامه، يعني راح مقصود، يعني قصده باسكو هذا الامام، يعني نقول لكم معروف بالرجوله تاعو، ومعروف باللي كانت الحق، قال لك انا نقصده بالك هذا الانسان يقدروا يسمعوا له الناس، يعني يطملوا الشيء اللي يقدر يطمه له، يعني راح افتر عليه في قناه النهار، يعني سبحان الله، يعني وراهم الناس هذوما، يعني وراهم هذو الناس اللي مدوا 450، يعني نسحقوا الناس هذوما اللي صح كاينه من هذه الحكايه، ارواحوا خرجوا، قال احنا مدينا دراهم، احنا قال هاو شحال مدينا دراهم، وهاو اللي جد علينا دراهم، وجيبوا لنا هذا الشخص هذايا اللي قال له بلي رادينا لك 450 مليون، يعني جيب حضروا هاد الناس، كيف رايحين بلا والو يا صاحبي، تشوهوا في انسان. وضرب سبعان يحاسبكم على الشيء هذايا، جي حنا البلاد هذي معروفة، أي إنسان في يدنا ما ينجحش كسروه، سبحان الله العظيم، هذه باينة بلي هذا السيد خدموا له خدمة، هذا ما كان، وهذه قناة أنا اللي معيتني اللي هبلتني هنا، قناة النهار، قناة تلفزيونية العالم كاع يشوفها، تروحوا أنتم بلا عجز تروحوا لهذاك النصاب هذاك اللي يتكلم في الريح، قالوا لي بلي طموا لك 450، قالوا لي ما شافهم ما والو ما حتى حاجه، بالك اش واحد يكره الامام هذاك في المسجد، باسكو عباك حتى الائمه عندهم اعداء دايرين بهم داخل المسجد، كاش واحد داخل المسجد يعني بالك يكره الامام هذاك على كلمه الحق، راح قالوا بلي اسمعوا سرق لك 450 مليون وراح، وقناه النهار يعني شوفوك بلي قناه النهار راكو كومبليس انتوما مع السيد هذا، واش من القانون عندكم انتوما يسمح لكم انكم تروحوا بلا ادله؟ كيفاش تروحوا انتوما واحد تنشروا في التلفاز تشوهوه في التلفاز بلا ادله؟ وشن هذا التخلف هذا؟ وشن هذا ظلم هذايا؟ هذا ظلم سبحان الله العظيم، هذا مواطن جزائري وهذاك نصاب وهذاك امام، ما كانش امام ولا حاجه، لازم الادله. انا كي نجيب ورقه سبحان الله، هاو ليك انا كي نروح للبروكيرور ما نقدرش نشكي بلا ورقه، قال هاو يا اخي هذا السيد عطى لي شاك ولا هاي الكونترا هاي كذا هاني ندير هاو ليك الوديعه هاي بلا والو، ويروح يقولوا دراهمي جيبوا لي دراهمي وتعيطوا للامام. انا وكان جيت براس امام والله ما نقابلكم والله ما نهضر معاكم، عيبوا عروشك وديروا، ويا عيشه انت احترمي نفسك وقادري روحك، طلعي شويه المستوى، من بكري دخينا الخماج للديار ودوكا زيد تهملنا هذا الامام هذا بلي انه سرق، لازم تكون عندك ادله، لازم تكون عندك ادله، ما لا اذا ما كاش ادله تعاود تدور الحكايه على هذا الانسان هنايا، قومي بالواجب تاعك وجيب الادله بلي انه الامام هذا هو اللي تضرع، ماشي تروحي لهذاك السيد يكذب ويفتري على الامام هذا وتقولي بلي هذا او دالي دراهم، نعرفك فحله ونمام قناه النهار هذه ونمام الدوله تدخل في الامر هذايا، ما عندهاش ذروه تروح تحكي على شخص بدون ادله، الا في هذه البلاد هذه. الا في هذه البلاد هذه قادر في دارك يجي واحد يقول لهم قتلني، انت في الحدود ويقول لهم قتلني البارح، يجي الحدود يدوك، مال الدنيا هذه سايبه هذه، ما عندنا قانون ما عندنا والو، مالا مادا بك عايشه ويا قناه النهار صلحوه الامام هذايا،
عيب عليكم وعار واش راكم تديروا. هذا الشخص هذا نصاب وما عندوش ادله ويجيب الادله ويجيب شهود ويجيب الناس اللي مد الدراهم تما باش نامنوك باللي صح دالك دراهم، اما بالكلام فقط فان النبي عليه الصلاه والسلام وما سلكش معاكم. وين يبان هذا الامام؟ هذا ولا بين اي شخص واحد اخر. والسلام عليكم. وانتم يا جزائريين ما تامنوش ما تامنوش ما تامنوش اخي، نضل نهضر نقول لكم ما تامنوش. احنا خبات، احنا يخرج منا غير الشر، ادير الخير يرجع لك الشر. دوك ولي اي امام يقدرش يدير الخير، يخاف يقول لك غدوه غدوه يبهدلوني يشوهوني كذا، حتى الخير راكم نعتوه على الناس. سبحان الله العظيم. ايا السلام عليكم.